احلى الغاليه ادعو ادعو كافه الريفيين ادعو كافه الريفيين والريفيات الى الاستجابه الى الاستجابه من اجل كسر الحصار هو الزفزه في البطن المحلات التجارية إلى الإغلاق ندعو عيث مثنى التاكسيات الكبيرة أساعد باش تذكرنا عيث مثنى وكي المناطق باش تزعى ندعو كافة القطاعات باش تنضمن الشكل وليت الاحتجاجات باش نعلم بانه شين هما ثلج لن يلبك لا المخزن بقمعه ندعوه الى الثبات وعدم الهروب ونقول شيء الخلق وكان نعيش بشرف او نموت بشرف السنفاش ونطلسي لشي المشوار النضالي الى الامام السنفاش الهور الوذين باش نتراجع لانه اختغل سن بانه مرة نتراجع اقلوا في تلك الغالب المعقول وكبورو ثمانية غراف أخذت ثمانية المطالب نغطغي من شامي الناس المطالب نقاه المطالب من حقوقي أنا هرى أنت في عجل نغلي أمانا وطن الله ثم بالله تدحل ما كيزنا تخم دحل كيزنا أشينا قسمنا بالشهادة نعيش بشرف او نموت بشرف اذا القاسي فات القشي وترتي بك مشي وترتي بك مشي احنا ما نموت انا شهداء لا ننسى